السلام عليكم، ياكم حسين انجل. اليوم حبي اشوفكم الحيه اللي مربيها بداخل المحميه وباقي الحيوانات اللي موجوده عند الزواحف. ان شاء الله راح اصوركم اياها عن قريب. هواي من الزواحف موجوده، بس اول ما بلشت بالحيه حتى اشوفكم اياها. طبعا انا ما احب اصورها لان هي هسه على تغيير تبديل الجلد مالتها، فان شاء الله راح تبدل جلدها. فقلت خل اصورها قبل ما تبدل، وان شاء الله من تبدل جلدها راح اعطيكم احداثيات عليها شلون راح تبدل الجلد مالتها. من هي بدات تتكشر وان شاء الله راح تبدل. بالنسبه لهذه الحيه الاكل مالتها والشرب راح يكون اشرح عليه هواي شغلات. هواي يسالوني على شلون شو توكلها وشو تشربها وشلون الاكل مالتها يكون شنو اكلها خاص او مو خاص. بالنسبه اذا تريد توكلها اكل مال سمك راح تاكله طبيعي، بس ما راح تحب بكد، ما راح تحب السمك الصغار اذا كان عايش بعد افضل، واذا ميت هم ماكو مشكله. حتى هذا الزوري يعني هاي القطعه الزوريه الكامله السمكه جزء اذا تعطيها نص سمكه يعني جزء تكفيها مده اسبوع او اسبوعين بلا اكل، ما عندها اي مشكله لان هي حركتها كلش مضيئه خاصه داخل الاسر. بس مو مثل ما مثلا اذا كانت بالبره يعني بالبراري راح تصرف هواية طاقة، فراح تحتاج أكثر وأكثر أكل. بالنسبة هذا أكلها يعني تقدر تعطيها بعض الخضروات تحب تأكل بيهن هي، اللي مثلا الخضرة شوية تحب تأكل أكثر شيء. وتقدر تنطيها هواية حشرات مثلا موجودة دود القبابي، أو مثلا عندك أسماك او الاسماك وحتى التونه القواطي هم راح تاكله. اي شيء زفر راح تجي عليه وتاكله. اللي هو يسالوني انه هاي الحيه شو راح نعرفها سامه او مو سامه، هاي الحيه مو سامه. تقرص تعض طبيعي حاله حال باقي الحيايه، بس قرصتها وسمها ابد مو مميت، بس مجرد انه راح يصير بمكان القرصه شويه يعني من الورم، وهذا شيء طبيعي من القرصة ومن العضة، واحتمال مرات يطلع الدم مال القرصة، وهذا شيء أفضل يعني إذا طلع، لأن ما راح يبقى عندك ورم. بس إذا تسأل على الموت فهي ما راح تموت ولا راح تأذي بهذا الشيء. بالنسبة إنه شلون نعرفها سامة أو مو سامة، هاي مو سامة، هاي أصلا مائية وهي نفس الوقت زراعية يعني لطيفة كلش. فهي مسامة، والأكثر الأوقات هي سبات يعني قاعدة ما لها أي حركة، دائما هي الحياة خجولة وما تحب أحد يباوع عليها. يعني هسه هي متفاجئة إنه أنا فاتح التصوير عليها ودا أحكي فوقها وكذا، أنا مجرد بس أنطيها أكل وأنطيها يعني الفضلات مالتها أشيلها وأنظف لها البكان وأطلع من يمها، ما أخليها يعني وراها فترة من اجبوا عليها لقاها مستقره وماكله ومرتاحه يعني وما متضايقه. بس هسه هي كان مضايقه، هسه هي قلقه كلش وما لها حتى اي نفس، نفس ما قاعد تتنفس لان قد ما قلقه على نفسها. الضوج انه احد يقابلها اذا كانت حتى متي تاكل الضوج متي. يعني انا يعني دائما مجربها متي تاكل بالله يكون كان اظلم يصير يلا تاكل. حتى من اشوفها بالتصوير دائما من افتح الكاميرا عليها القاها انه تاكل، بس بوقت انه انا يصير الليل هي تحب تاكل. يعني اذا حتى ماكو احد بالنهار اكلها يصير كلش قليل، نوبات تاكل يعني فتره هيك يعني الا كلش جوعانه يلا تقدر تاكل، ومن تاكل شيء كلش قليل. بس لا اذا كان الليل من تصير المغربيه لا تحب تاكل، تاكل بشراحيه وتاكل هواي. بعد هواي امور ان شاء الله راح اشوفكم اياها بالنسبه للزواحف اللي عندي موجوده ان شاء الله عن قريب. بس حبيت اني شويه انوع بالقناه، هواي يسالوني شنو مربي ايش عندك، صور لنا دائما يسالون الاصدقاء المتابعين. ان شاء الله راح انزل لكم كل اللي موجود عندي، بس شويه شويه عن قريب لان والله ما دا الحق بين التصوير وبين يعني متابعتي للحيوانات. فان شاء الله عن قريب راح اصور لكم شنو اللي موجود عندي تستاهلون. الحمد لله انه هون مثل ما تشوفون هذه الحيه اللي مربيها عندي.
طبعا يكون طولها تقريبا راح يوصل متر ان شاء الله. واني اذا وصلت متر او متر مترتين او اكثر انا ان شاء الله راح افرط بيها، ما بقيها بالبيت يعني، ما احب بعد انتهت، بس مجرد للتجربة وللتعرف بيها والونسة لا اكثر ولا اقل. وان شاء الله بس تكبر بعد اكثر فان شاء الله راح اطلق صراحة. تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامة.